عالم السيارات اليوم وأنا مدعوين بحلبة مرسياس بأبو ظبي لحتى نجرب سيارة التويوتا الـ 86 TRD Cup يلي هي كأس تويوتا 86 من TRD. خلينا نشوف سوا ونستعرض كيف السيارة انعملت وشو الأجزاء اللي انحطت فيها وشو أجزاء السلامة كمان. مثل ما شايفين فينا نحكي عن الخوذة يلي هي مسكرة أو الخوذة المفتوحة، ويجي فيهم الهانز ديفايس لحتى يحمي الرقبة، التياب مشان الحريق تحميك لا سمح الله إذا صار أي حريق كده الحادث عندك وقت كفاية عشان تطلع من السيارة. تقلوا معي لداخل السيارة لحتى أخبركم أكتر شو في بالسيارة. مثل ما شايفين عم بيتم ربط الأحزمة على كرسي خاصة بتخليك تكون قطعة واحدة انت والسيارة. شايفين القفص الحماية يلي بيحمي من الحوادث. بطولة تويوتا كأس تويوتا TRD بلش سنة الماضي بأول موسم وهلأ رح نشهد الموسم الثاني لإلها. سيارة بتكلف 177 ألف درهم تقريبا، وبآخر السباق بتحتفظ فيها ضل لإلك. الحلو فيها للسيارة وللبطولة انه سيارات نفس المحركات، نفس الجير بوكس، نفس علبة الغيرات، السسبنشن معدلة، والفرامل جاية ريسينج. وشي تاني بحكينا عنه هو هيدي الهانز ديفايس، القطعة بتخلي الراس ما يتحرك اثر الاصطدامات القوية. ان شاء الله تتمتعوا بالصوت الحلو لانه ضافوا للسيارة اكزوست عادم صوته عالي بيعطي بيرفورمانس اكتر.
المرة متعة بالسواقة حلوة تتسلى فيها، كمبتدئ بهيك مبلغ بهيك قوة فيك تتسلى، وإذا كنت كتير شاطر وتطورت بتعلى وبتطلع سيارة أسرع، بيكون عندك سبونسور وبتجيب ممول لإلك. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهاللفتين أو ثلاث لفات الحلوين.